مساء الخير. مساء الفل. خليك زي ما انت. مين؟ زبون اخر الليل. سهران يعني الليلة دي. ما انت عارف الصبيان بتوع دلوقتي بهوات، مش بتوع شغل، وفي ميعادهم يفكوا. اي خدمة به؟ عربيتي. مالها؟ كويسة. خليك زي ما انت. اصل خطفت فيها انا وتلاتة اصحابي واحدة من جوزها. ويا ريت بس على كده، ده انا في عصابة بتبيع حبوب الهلوسة. بس دلوقتي لا هتخطف تاني ولا هتخلي الناس تهلوس. خليك زي ما انت.